ابني ثالثة ثانوي علم رياضة، كان بيذاكر ما كانش بينام، وجايب درجات مش راضيين عنها وهو مش راضي عنها، في حين ان في اولاد ما كانتش بتذاكر وجايبة درجات اعلى منه. ازاي؟ ما اعرفش، انا شايفه عمل اللي عليه، فجاي اعمل تطبيق لانه انا حاسس ان هو في الدرجات بتاعته. الو.